واحد لاقاني في المدينة هناك قال لي شلت الشباب مننا ليه؟ والله العظيم جد قال شلت الشباب. احنا شلنا شباب؟ احنا عندنا فريق كورة؟ نحن بنقول الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال والسلف الصالح قالوا وبنركب نتخارج بيتنا، والله ما عندنا قضية مع أي زول ولا دايرين زول يخش في جماعة بتاعتنا، لأنه ما عندنا جماعة ولا عندنا رئيس ولا عندنا سكرتير عام ولا رئيس الحزب ولا رئيس المؤتمر. نحن آخر أفراد التقينا على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، بس ده الموضوع كله إخوان، بس التقينا على فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. دي خلاصة هذه الدعوة المحيرة جميع الدنيا الليلة. كلهم قل لك لا والله انتوا بدعمكم منو؟ الجواب بدعمنا الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عندي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واحد على جريدة يعمل معي لغاية وثلاث، تفضل. السؤال المحير قال اجعلوا في النهاية، زي قونا المغربية جعلوا في النهاية. قال لي بس انت القروش دي قاعد تجيبها من وين؟ قلت له كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. قال لي ده جواب سياسي، قلت له ده قرآن. قال لي السؤال البعديه، أها الدعم بيجيكم من وين؟ نفس الموضوع. قلت له كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. قال والله زي ده. قال لي يا أخي ما في جواب أحسن. قلت له أحسن جواب القرآن. قال لي خلاص سلام عليكم. قلت له تفضل طير امشي. عرفته؟ فالناس عندهم لأنه هم بيحبوا الدنيا، بيحبوا الدنيا. أنت اللي قال لك نحن عندنا قروش، منو أنت مجنون؟ منو قال لك ذات؟ يا أخي افترض عندنا قروش، افترض هسه الله فتح علينا وأدانا قروش في حرامنا يا جماعة، أنت الحارقك شنو؟ ده سؤال منطقي نحن دار نفهمه. والله نحن ما عندنا قروش، لكن هسه لو الله أدانا الحرام وين؟ أنت مجنون ولا شنو؟ زول الله أداه ولا الكريم يدي والحسود شنو؟ زعلان الناس الحسودين وحقودين جدا جدا، وده مما يدل انه موضوعهم كل الدنيا. فالقبه بتاعت اسماعيل ذاك لما وقعت، والحمد لله وقعت قالوا بعوامل طبيعيه، قاموا دايرين لصقوها فينا، بعد شويه شغلت كشفت قالوا لا بعوامل طبيعيه. طيب وقعت ليه؟ البرعي ما قال اذا حصلت اكبر مصيبه بالسودان ما تمشوا لله، نادوا اسماعيل ده. البرعي صفحه 119 السطر الاول من كتاب البرعي ديوان رياض الجنة ونرد جنة، قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. إسماعيل ذا ذاته حصل له خطب، وقع فيه راسه اتكسر القبة بتاعته. صوفيا لما شافوها شينا وكلام البرعي ده فضحهم. أصل الشرك ما عنده حبل ذاته، ما عنده حبل ذاته عشان يكون حبله قصير. لقوها شينا قالوا كده نفكر، فكروا ثم قدروا فقتلوا كيف قدروا. بعد شوية قام قالوا لا اسماعيل بن عبد الله ذاته اداه شلوت، قال فارتقى القبة، قال وراقد تعيد سرواله ما في، قال لا اداه شلوت فارتقى، قال طوبة وطلع بيت تحت الواطة سنبك، قال مشى المدينة، قال لأنه لقى فساد كبير في هذه البلاد. طيب لو ذول عنده القدرة دي ولقى الفساد يشرد ليه؟ ما يصلح الفساد؟ ذول الصوئم بقه إله، إله زي ما قال البرعي، لأنه قال نادوا من دون الله، خلاص انبقه إله وشاف الفساد شارد ليه؟ في إله بيشرد؟ في إله بيشرد يا جماعة؟ ولا كسر القبة عشان يجيب الفضيحة بقلاقل للصوفية ديل الليلة، وكل العالم يعرفوا إنه الصوفية كيس فاضي، والشركيات اللي بيقولوا دي قول لك نادي ونادي واتبدر، ويا شيخ العلفون، شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، وإن كنت في هم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي إلى آخر، عشان ما الصوفية يتكشفوا، ما كان يرميها، كان يعملها، كان يجي نحن نفكر له، كان يخليها ويقعد بيتها تطلع أصله داري يهرب. عرفتها؟ فده كله كلام باطل ومنهج عاطل، منهج التصوف كله. ما يغشك محمد علي إسماعيل أو عبد الحي يوسف يقول لك لا التصوف الحق بريء من هذه الأمور، التصوف كله باطل. عرفتها؟ وعبد الحي يوسف والأمين إسماعيل وكلهم باطل ومنهجهم عاطل. عرفت كلامي؟ كلهم منهجهم باطل، منهجهم جد باطل، لازم تعرف المعلومة دي. وديل أهل بدع وأهل فتن وأهل ثورات وأهل إجرام، حتعرفوا الليلة بالوثائق في المحاضرة دي بعد شوية إن شاء الله تعالى.